السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انت بتتفرج عليه. ده في يوم جديد عن متابعة الزغاليل، ونشوفهم وصلوا لغاية فين. في اسئلة كتير بتقول لي انت ازاي بتخلي الحمام ده بتفتح له قبل ما بتطلع من الباب بيطير وراه، مش رابطهم بياساتك ولا اي حاجة. الحمام ده خدمة، الحمام ده اتعود على ميعاد، اتعود ان انا باجي من الشغل الساعة 5 بمسق لهم المسق بتاعتهم اللي على الارض. مسافة ما فتحت الباب كده انتبهوا اللي هم بعد ما بمسق المسقه دقيقتين 15 هيتفتح له، فاصبح كده الحمام فايق اللي هو هيطلع. طيب هتيجي تفتح له غصب عنه تلقائي هيطلع، غير اللي هو ايه؟ غير اللي انا مرنخهم طول النهار في الشمس. لما كده الحمام ده انت بتظلمه اللي انت بتفتح له اخر النهار، انا بظلمه في نقطه واحده اللي هو ما بيشوفش الجو الصبح، بس بحافظ عليه من الشمس اللي هي تضر على الحمام. هيجي فترة زمنية اللي هو الحمام ده يقوم يشوط، يحفظ الدنيا، يحفظ الظهر، يحفظ المصاطب، يحفظ دنيته، انه فترة اللي انا بحافظ عليه. طيب هيكبروا شوية، الحمام ده يفتح له الصبح. ما ينفعش زغاليل بتصاصي، ما ينفعش زغاليل بالشعر الاصفر افتح لهم الصبح. طيب ما الزغلول هيفتح له الصبح، هيطلع ينام لك على الضهر مستحل الشمس يا عيني، سخن جسمه مولع نار، الشمس ضربت في نافوخه هوب وراح نازل راح جاري على المسقه من هنا، اصبح شرب فرد الحمام انت خسرته. طيب ما انت مربيهم في مصطبه، زغلول عمل كده اهو وانت ما خدتش بالك منه، الزغلول هيجيب ده الثاني ثاني يوم، طب الاثنين هيجيبوا اربعه ثالث يوم، يبقى اصبح انا حاطط 10 زغاليل في قلب المصطبه، يبقى انت تقلب المسقه بتاعتك وتقول الله يرحمكم المصطبه الاولانيه. هي دي قصه الحمام. طيب دي النهارده متابعه الحمام. بالنسبه اللي هي مثلا اللي هو حته الزغلول ده، انا المواعيد بتاعتي مش متظبطه، مفيش اي مشكله، وقت زمن اللي انا افتح لهم في الوقت ده اللي هو اخر النهار الساعه 5 لما باجي للشغل. طيب الحمام ده لما يكبر شويه ممكن ان انا قبل ما اروح الشغل اطلع افتح لهم، مفيش اي حاجه، كل ده هتشوفه بعينك. طيب الزغاليل دي الوقت انا ايه بفتح لها بقى لها كام يوم، والله انا ما دخلت فزعت الحمام ده خالص. الحمام ده اول ما بفتح له بيطلع بيشوط، وانا بيعجبني الحمام لما بيشوط، معنى كلمه فرد الحمام بيشوط، فرد الحمام بيكشف الدنيا، بيروح هنا بيجي هنا بيروح هنا، فرد الحمام اضامه راح وجه وعرف طالع منين ونزل منين، فرد الحمام ده يجمل. غير اللي انت بتلم زغاليل او بتصنع زغاليل بدري بدري، لما بتصنع زغاليل بدري بدري او بتلمهم مع بعض، الحمام ده لو حد كبش فيك كده اهو هياخدك وهينزل بيه، لان الزغاليل بتقلب بعضها، زغلول بيحط الكل بيحط عليه. لكن لما بيكون لوحده، لو انت شويه معديين من فوق دماغك وزغاليلك راحة جايه وبتشوط، اللي هيخش هيطلع من الناحيه الثانيه سكينه وبتشق بقى بطيخه بالظبط. لكن لو انت لممهم، لو لقوا شوية يمام، لقوا شوية أي حاجة هيمشي، لأن الزغلول زي ما احنا بنقول عبيط، الزغلول ما بيفهم. طيب يا عم شوقتنا، ما نفتح بقى الحمام ونشوف الكلام. حمزة، حمزة ده ابن أخت أحمد الرشيدي النجم الصاعد، بيجي عشان خاطر يلعب مع الكلب شوية، بيجي عشان يشوف الحمام، وإن شاء الله المرة الجاية هنجيب أخوه بودي عشان خاطر بودي إيه؟ ما يزعلش. صح يا معلم؟ أنت بتعمل إيه؟ هتفتح؟ هتفتح الحمام؟ طب أنا مش هفتح المرة الجاية كده. طب يلا نفتح. طيب في حاجه امبارح برضو عشان خاطر تكون واخد بالك منها، عشان بكل مصداقيه، لما جيت انا فتحت الحمام ده كنت بروح على السطح بنضف، الدنيا تمام، الدنيا جميله، مفيش اي مشكله، وهم زغلول فيهم راح مرحل على الغيه اللي جنبي. تعالى كده يا احمد، برضو احمد رشيد ورا الكاميرا الشقيه، رحل على الغيه دي بقى يدور 3 4 مرات وينزل يحط على الغيه. طيب سبته؟ سبته، بس عشان خاطر اللي انا ما لقيتش حاجه راحت وراه. طب لو راحت حاجه وراه، ما هو لو النهارده سيبته في نفس ميعاده ممكن يطلع برده تاني وهياخد زغلول معاه وهياخد اتنين وهياخد تلاته، فاحنا عشان خاطر ده في خسائر في وسط الزغلول لما بتربيها، ده احنا هنشوف قصته ايه. طيب انت هتعمل ايه؟ دلوقتي هعمل ايه؟ ادي الزغلول اهو، ادي الزغلول اهو، هشيله من وسط الزغاليل. طيب بتتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه الزغلول ده بعد ما بطلع الحمام، بحطه في قلب المصطبه، في قلب المصطبه بتاعته، وباجي مثلا قبل الكلفه، ميعاد الكلفه انا بلمهم بحطهم في قلب الارضيه، بحط لهم الاكل في قلب الارضيه، فبيتكلفوا على الارض. طيب بتعمل معاه ايه بقى ده؟
باجي قبل الكلفه بشويه بفتح له المصطبه بتاعته بيطلع. لما انا بحضر الساق بتاعي بحضر الادراج بتاع الكلفه بتاعي فانا بسيبه افتح له المصطبه بيطلع شويه هو كده كده ميعاد اكله فما بيركزش الا في الاكل. طيب هينزل نسيته انا قفلت عليه يوم واحد نسيته. تاني يوم اليوم اللي بعده اليوم اللي بعده بفتح له في وسط الزغاليل عادي. عمل القصه دي امشي معاه برضه عشان ما اخسرش فرد الحمام. بس انا كده كده اخسر فرد حمام لو عمل الحركه دي ينزل ملوش مكان في قلب الغيط عشان لو عمل الحركه دي تاني هيبوظ لي بقيه الزغاليل. اخسر فرد حمام احسن ما اخسر اثنين وثلاثه لان هي الزغاليل كلها بتقلد بعضها. نفتح نفتح يلا الاثنين افتح افتح اللي تحت افتح اللي تحت يلا تعالى بقى كده تعالى 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 يا احمد هاتهم منين دلوقتي دي فركشت الزغاليل. ده تشويت في ناس بتسميها يقول لك الزغاليل بتفركش كلها مسميات كلها مصطلحات بس هي اهم حاجة المعلومة توصل لك بكل امانة. جيب برضو الزغاليل خليها كده لغاية ما الزغاليل كلها تحط حمام غزار اي حاجه يا جدعان بتطلع لها بميعاد بتفتح عليها بميعاد الحمام ده هيعمل كده. معنى ان الزغاليل الصغيره دي بتعمل كده يبقى انت راجل 10 على 10 يبقى انت خادم الحمام صح يبقى انت الحمام صحته 100 100. لكن في فرق اللي هو الزغلول بيطلع ينام لك على الدار ما فيهوش صحه فرد الحمام اللي هو يطير ما فيهوش صحه ان هو فرد الحمام يتحرك. بيشاور لغايه فين؟ عايزك تجيب واحد بص رايح لغايه فين؟ جايبه؟ مش باين قوي اهو ما هو بعيد بس باين قوي. بص الزغلول زغلول والله بس عشان هو مشوط لوحده هو قايم لوحده فرد الحمام هينزل مكانه فعلا.
غير بقى اللي انا افضل كل شويه افزع فيهم، كل شويه اللي انا ارخم عليهم. لا، في وقت اللي انا برخم على الزغاليل اللي انا عايز اخليهم يلموا، لكن دولت الحمام ده ياخد راحته، ياخد دشاره صح عشان خاطر مفيش فرد حمام يروح منك في اي حته. كده الزغاليل كلها، يلا عشان نقول الزغاليل كلها حط. تمام يا معلم؟ لا نور عليك. طب الزغاليل، طب الزغاليل بتكش، الزغاليل مش عارف ايه، الزغاليل فيها ايه، الزغاليل فيها ايه؟ لا، حافظ على زغاليلك زي ما انا بقول لك. مواعيدك مش متظبطه في قلب الشغل، مفيش اي مشكله، تعالى افتح لهم اخر النهار كده ساعه ساعتين، مفيش اي ساعه ونص، نص ساعه بس محافظ عليهم برده مفيش اي مشكله. التحديق ده لازما عند الحمام، انا دلوقتي وفرت لهم التحديق ده في قلب الغية من جوه، لكن لو هو الحمام لو سايب فيهم فردين حمام وحافظين طالعه ونازله البيت ده كنت سبتهم وما حطيت لهمش تحديق، لان هو هينزلوا يحدهم من على البيت ده ويطلعوا. واجمد فرد حمام اللي بينزل من على غيتك يرحل على بيت تحتيه يحدق منه ويطلع تاني. فحتى لو زغاليل بتلقي من غيتك لبيت جنبك بتحدق منه، تتحدق منه مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه الزغاليل عشان ما يبقاش الاكل يعجن في البصاله لازما التحديق ده قدامه، لازما الميه تكون نظيفه، لازما ان هو مثلا ايه الاهتمام بالكلفه عشان خاطر اللي هي ايه الكلفه بيبقى فيها مثلا ايه حاجات يعني اللي هي المواد اللي بيرشوها على الكلفه وكده، فبتأدي معاك للزغاليل، لان الزغلول احنا بنقول مناعته بتبقى قليله، واحنا اللي بنقتل المناعه بتاعت الزغاليل دي من كتر المضادات الحيويه. طب انت ما بتشتغلش مضاد حيوي؟ ان كنت انا بشتغل مضادات حيويه بشتغل مضاد حيوي طبيعي، اللي هم شويه الاعشاب اللي بيتحط على الكلفه دي الحمام بيحتفظ بصحته. طيب ما بتشتغلش مضاد حيوي خالص؟ ممكن اشتغل مضاد حيوي في حاله واحده، لو انا شايف الحمام بتاعي بيخس، شايف الحمام بتاعي فيه مشكله، شايف الزبله بتاعته مش عجباني، فهو ده ممكن اخش. لكن اللي انا مثلا ايه ارفع زغاليل اديها جرعه مضاد حيوي، مش عارف احطهم في مصطبه اديها جرعه مضاد حيوي، مش عارف اعمل ايه اديها جرعه مضاد حيوي، انت ده عامل زي الطفل الصغير، كل ما بتديله تحصيناه كل ما بتديله مضادات حيويه هيجي وقت عليه لو عطست في وشه هيتعب منك وهتروح بيه للدكتور. هو الزبون ده بالظبط كده. خلصت الكلام يا جدعان، خدوا بالكم من هو الاكل والشرب والنظافه هتلاقي الزغاليل ماشيه معاك بصحه كويسه. انتظرونا من جديد. انا معكم في الرياضه، والسلام عليكم.